بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فيا أعزائي الطلبة، قد وردت إلي مجموعة استفسارات من بعض الطلبة الذين باشروا في كتابة بحوثهم، وكانت معظم هذه الاستفسارات تدور حول الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على المصادر. ولما كان هذا الأمر يشكل على كثير من الطلبة، أحببت أن أجيب عن هذه الاستفسارات بشكل محاضرة لأجل أن تعم الفائدة. وعلى الطلبة أن لا ينقطعوا عن كتابة البحث، ويحاولوا بقدر الإمكان الحصول على بعض المصادر، وأن يكتبوا شيئا من البحث، فإن ما لا يدرك كله لا يترك جله. وهذا هو المنهج الذي نسير عليه في تحصيلنا العلمي، أن نحاول قدر الإمكان أن نبحث جاهدين مجتهدين في الحصول على بعض المصادر، وأن نكتب شيئا من البحث، إلى أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا هذا الوباء، ويتعود الحياة إلى طبيعتها، ويستطيع الطالب أن يعود إلى كليته وجامعته، وأن يحصل على المصادر التي يريد من المكتبة في المكتبات الجامعية. الحقيقة هناك عدة وسائل أحببت أن أبينها لكم، لعل الطالب يستطيع أن يحصل على إحدى هذه الوسائل ليستعين بها في الحصول على المصادر التي يحتاجها في كتابة البحث. أهم وسيلة التي يمكن للطالب إذا استطاع أن يحصل عليها هي المكتبة الشاملة، وهي عبارة عن برنامج حاسوبي ينصب على جهاز الحاسوب. فمن كانت لديه المكتبة الشاملة فيستطيع من خلال هذه المكتبة أن يصل إلى عشرات بل مئات المصادر والمراجع، ويستطيع أن يكتب من البحث ما يشاء. والحقيقة أحببت في هذه العجالة أن أبين لكم أهم الأوامر التنفيذية التي يمكن الاستعانة بها في الوصول إلى المعلومات. المكتبة الشاملة بها شريط أدوات، هذا هو شريط الأدوات الذي يظهر أمامكم. الحقيقة هناك مجموعة أدوات كثيرة، الذي يهمنا هو ما نحتاجه في الفترة الحالية، ولذلك سأستعرض بعض الأوامر التنفيذية وبعض الإيقونات كما إن صح التعبير، وأبين لكم ما كيفية استعمال هذه الأوامر التنفيذية في برنامج الحاسوب وكيفية البحث. الطالب اللي يعني يستطيع أن يتعامل مع هذه المكتبة فبها ونعمة، والذي لم يستطع من قبل أن يتعامل مع هذه المكتبة، أعتقد إن شاء الله في هذه المحاضرة أستطيع أن أوصل له شيئا يسيرا ممكن أن يستعين به في عملية البحث. نأتي إلى الأمر الأول، اللي هو أمر استعراض الكتب. هذا هو الأمر الأول، هو استعراض الكتب. حين الضغط عليه تظهر لدي هذه القائمة. طبعا الشريط الفوق المجموعات، يقصد بها أن تقسم الكتب على شكل مجموعات بحسب العلوم، يعني كتب العقيدة، كتب التفاسير، كتب علوم القرآن، كتب الفقه الحنفي المالكي وهكذا. إذا أردت أستعرض الكتب بحسب الحروف الهجائية، مجرد أضغط على تصفية، أي حرف أختاره سيستعرض لي الكتب التي تبدأ بذلك الحرف. مثلا حرف الجيم سيظهر لي الكتب التي تظهر تبدأ بحرف الجيم، أو حرف الراء الكتب التي تبدأ بحرف الراء، ومن هنا نستطيع أن نستعرضها. السابق اللي هي هذه الإيقونة، السابق هي هاي الكتب التي سبق أن تصفحت بها، يظهر عندي هنا. طبعا العدد أنت تحدده من هذا الإيقونة بالأسفل، أنا أريد 20 كتاب، وبعد ذلك يبدأ يمسح الكتاب الأخير الذي راجعته. إحنا هذا ما يهمنا حاليا، اللي نحتاجه عند استعراضنا للكتب هي على شكل مجموعات. هنا أريد أن أنبه الطلبة إلى شيء مهم جدا، وهو مثلا لو استعرضنا كتب أصول الفقه، حينما ندخل على كتب أصول الفقه نجد أن الكتب تستعرض لي بشكل مفصل، لكن في البداية أعطاني مجلد أصفر يحتوي على مجموعة ثانية من الكتب. ما هذه الكتب وما تلك الكتب التي ظهرت هنا؟ هذه الكتب في المجلد الأصفر أمامها عبارة مرقم آليا، أحاول قدر الإمكان ألا أستعمل هذه الكتب التي هي عبارة عن كتب مرقم آليا. ما هو معنى مرقم آليا؟ أي أن أرقام الصفحات الموجودة في المكتبة الشاملة لهذه الكتب تختلف عن أرقام الصفحات للكتاب المطبوع في دور النشر.
يعني مثلا هسه لو نجي على الرسالة الإمام الشافعي، هو خارج هذا المجلد الإمامي الرسالة، حينما أضغط عليه تظهر عندي المعلومات للكتاب في الأسفل، حينما أستعرضها أجد أنه الكتاب واسم المؤلف والمحقق والناشر اللي هي مكتبة الحلبي، والطبعة الأولى سنة 1940، وهذه الملاحظة ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، بينما هذه الكتب الموجودة تحت هذا المجلد الأصفر الملاحظة هنا المرقم آليا، أي أن الكتاب الرسالة للإمام الشافعي هذا اللي موجود في المكتبة الشاملة اللي هو الطبعة الأولى من مكتبة الحلبي، أرقام الصفحات الموجودة في الشاملة مطابقة تماما للكتاب المطبوع في تلك المكتبة. حينما أوثق منه أطمئن أن الكتاب نفسه لو رجعت إليه وجدته فيما بعد سأجد المعلومة بنفس الصفحة اللي هي موجودة في المكتبة الشاملة. لكن هذه الكتب لا، مثلا لو أجيت إلى شرح المعتمد في أصول الفقه مثلا سأجد ملاحظة أن الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع، بمعنى أنه التوثيق من الكتاب الموجود في هذه المكتبة في هذه الفئة المرقمة آليا تختلف المعلومة في وجودها في الصفحة الفلانية تختلف عن الكتاب المطبوع، وعليه إذا اضطريت أن أستعمل كتاب من هذه الكتب اللي هي مرقمة آليا يجب علي فيما بعد أن أبحث عن الكتاب المطبوع وأغير رقم الصفحة بحسب المعلومة التي موجودة فيه، لأن الصفحة تختلف. يعني لو مثلا احتاجت معلومة ووثقتها في صفحة 30 يجب علي أن أرجع وأبحث عن الكتاب المطبوع لأجل أن أغير رقم الصفحة، ولذلك أنا أبتعد أحاول عن هذه الكتب حينما أستعمل المكتبة الشاملة، لا أبحث ولا أتصفح ولا أنقل معلومة من الكتب المرقمة آليا، وإنما يكفيني هذه الكتب. هذه الطريقة موجودة في كل المجموعات. لو جينا للتفاسير، نفتح التفاسير نجد أن هناك داخل قائمة التفاسير هناك مجلد أصفر ثاني مرقم آليا، ما أدخل على هذه التفاسير، عندي هاي التفاسير. هذه التفاسير كلها موافقة للمطبوع، مثلا معالي القرآن الأخفش من أنزل هنا نجد أن الكتاب موافق للمطبوع، بمعنى أنه إذا استعملت هذا الكتاب في المكتبة الشاملة خلاص ما أحتاج بعد أني أرجع إلى الكتاب المطبوع وأصح أرقام الصفحات، لأن الكتاب رقمت صفحاته بحسب الكتاب الذي طبعته تلك الدار الموجودة المؤشرة في معلومات هذا الكتاب في داخل المكتبة الشاملة. هذا بالنسبة لاختيار الكتاب. فلو فرضا اختارينا كتاب، خلينا نختار كتاب من الكتب مثلا تفسير الطبري، لح يظهر عندي تفسير الطبري يبدأ الاستعراض بالصفحة رقم 1، نلاحظ هنا الجزء الأول هذا رقم الجزء وهذا رقم الصفحة، بدليل أنه أنا حينما أنتقل للصفحة الثانية من هذه الإعازات، هاي طبعا إعازات خاصة بالتنقل بين الصفحات، هاي سابق يعني الصفحة السابقة ماكو صفحة سابقة وهذه صفحة لاحقة، حينما أأتي أقلب سيتغير رقم 5 كان صار رقم 6، إذن هذا المربع الأول خاص بالجزء وهذا المربع خاص برقم الصفحة، يجب أن ننتبه إلى هذه الأرقام. طبعا حينما نتصفح كتب هو يبدأ بالصفحة رقم 1، إذا أريد أبحث في الفهرس عندي هذا الإعاز، هذا الإعاز خاص بفهرس الكتاب، حين الضغط عليه مرة تظهر الفهرس، نضغط عليه مرة ثانية نخفي الفهرس، أنا أضغط عليه وتطلع عندي الفهرس اللي موجود وأنتقل في الكتاب بحسب ما أريد، أو أبحث في الفهرس من هذا المربع، هذا المستطيل هنا الخانة خاصة بالبحث في فهرس هذا الكتاب. هذا بالنسبة للتصفح في المكتبة الشاملة. أنا حاليا خلال كتابة البحث ما أحتاج التصفح، أحتاج البحث، والبحث نأتي إليه من هذا الأمر، نأتي إليه من هذا الأمر، حينما نضغط على هذا الأمر ستظهر لدي هذه النافذة. كيف أبحث في المكتبة الشاملة؟ أبحث من خلال هذه النافذة. هذه النافذة كيف أستعملها؟ أولا المعلومة التي أريد أن أبحث عنها، ما هي صنفها من العلوم؟ هل هي في باب العقائد؟ يعني أبحث عن معلومة عند علماء العقيدة، أو أبحث عن معلومة
عند علماء التفسير أبحث عن تفسير آية، فأني أختار القسم الذي ينطبق مع المعلومة. مثلا أني أبحث في كتب الحديث، أبحث عن حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أأتي إلى مجموعة متون الحديث. لا تلاحظون متون الحديث هنا ومتون الحديث موجودة هنا، لكن الفرق بيناتهن هاي مؤشرة أمامها مرقم آليا، أي أنه هذه الكتب حينما أضغط عليه هذه الكتب اللي موجودة هنا هي ترقيمها في المكتبة الشاملة للصفحات يختلف عن الكتاب المطبوع. أنا أحاول أبتعد عن هذه الخانة، أأتي إلى هذه متون الحديث اللي ما أمامها أي إشارة، بمعنى أنه هذه الكتب الموجودة في هذا القسم أرقام الصفحات موافقة لما هو مطبوع من هذه الكتب في دور النشر. إذا لو ردت أبحث عن حديث النبي عليه السلام، إذا أذهب إلى متون الحديث وأبحث في كتب التي هي مختصة بنقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إما أبحث في الكتب جميعا إذا أنا حديث ما أعرفه من خرجه ومن رواه، أو أبحث عن حديث وأعرف من رواه، مثلا الحديث رواه الترمذي، أذهب إلى سنن الترمذي وأضع عليه تأشيرة هكذا. لو ردت أبحث عن معلومة في كتب مثلا الفقه، أأتي إلى أقسام العلم اللي خاصة بالفقه، وعندي هنا فقه الحنفي أي مصادر الحنفية، فقه مالكي، فقه شافعي، أريد أبحث في كتب الفقه جميعها، أأتي إلى فقه الحنفي وأشر المجموعة كلها، ما أشر منها واحد واحد، إذا أريد أشر كل هاي المجموعة أأشر المجموعة من هذا الأمر اللي هو المجموعة كلها، أضغط عليها تأشرت. أذهب إلى المالكية أيضا أأشر المجموعة كلها، أو أقول لا أنا ما أحتاج أبحث في كل هذه الكتب المالكية، أختار بعض الكتب، وأنا ذكرت لكم أمهات الكتب التي ينبغي مراجعتها سواء مذهب الحنفية أو المالكية في ملف سابق. فإذا أنا ما أحتاج أبحث في كل كتب الحنفية، أجي ألغي الإشارات من هذا الإعاز، ألغي، أختار مثلا 3-4 كتب، بداع الصناع مثلا، محيط البرهاني، وأقول من المالكية أيضا أبحث عن المعلومة في كتابين، مثلا أخذ التاج والإكليل ومواهب الجليل، وهكذا أفعل في الفقه الحنبلي والفقه الشافعي والفقه العام اللي بي الزيدي والظاهري وغيرها من المذاهب. بعد ذلك ورما أختار الكتب التي أريد أن أبحث عن المعلومة فيها، أذهب إلى الحقل الذي سأثبت فيه الكلمة أو المعنى الذي أريد أن أبحث عنه. إذن أني إذا أردت أبحث عن معلومة، الآن أشرت كتب فقه وأريد أبحث عن معلومة، مثلا أريد أبحث عن سنن الوضوء، إما أكتب هنا أكتب سنن الوضوء، علينا أن نلاحظ أن المكتبة الشاملة ستبحث عن هذا المركب سنة الوضوء، إن لم توجد جملة بهذه الحروف لن تظهر لدي في قائمة البحث. فإما أبحث عن سنة الوضوء أنه أكتب سنة الوضوء، أو هناك طريقة ثانية أنه أحاول أبحث عن سنة الوضوء بطريقة الألفاظ المتقاربة، سواء متقاربة مضاف مضاف إليه أو متقاربة في الذكر. فماذا أفعل؟ أكتب سنن في الحقل الأول وأكتب الوضوء في الحقل الثاني، حتى لو كان هناك كلمة بين السنن والوضوء كلمة ثانية، هو الكمبيوتر راح يهمل هذه الكلمة المتوسطة بينهما ويأتي لي بالموضع الذي ذكرت فيه سنن الوضوء، حتى أقول له أنا أريد سنن وأريد مع كلمة سنن قريبة من عدها أو ملاصقة لها كلمة الوضوء، وأضغط على كلمة البحث، مباشرة لح تظهر عندي سنن الوضوء، هذا هو الموضوع ظهر عندي في كتاب بداع الصناع. إذا ظهرت عندي المعلومة في الكتاب واحتاجيت أنه أني أخذ من هذا الكتاب، فماذا أفعل؟ المنطقة أو الكلام الذي ينفعني أحاول أن أخذ منه بطريقة النسخ، مثلا أخذ تعريف الطهارة الاستنجاء، والاستنجاء هو مثلا صفة الاستنجاء، الاستنجاء سنة عندنا عند من؟ عند الحنفية. أنا أخذ هاي المعلومة، إذا حبيت
صفة الاستنجاء إذا حبيت أنه أني أخذ الصفة أو الحكم العفو أظل للكلام اللي أني أحتاجه بهاي الطريقة، بعد ذلك أذهب إلى إعاز النسخ اللي هو هذا، أضغط على نسخ وأفتح وورد وألصق المعلومة في الصفحة، لح يظهر عندي النص المنقول وكذلك المصدر. طبعا هذا الكلام منقول بالنص، فإذا بقيته كما هو أضعه بين قوسي تنصيص، هذا القوس الأول، وأغلق القوس هنا وأذكر هذا، أنقل هذا المصدر إلى الهامش. أما إذا تصرفت به مثل ما احنا أخذنا في المحاضرات السابقة، إذا تصرفت بهذا النص غير في هذا النص في الكلام وأكتب كلمة ينظر قبل المصدر في الهامش للدلالة على أنني قد تصرفت في هذا النص. هاي لطريقة النسخ في المكتبة الشاملة من هذا الإعاز اللي هو نسخ، لح ينقل لي النص وينقلني مع المصدر الذي أنا نقلت النص منه. هذا هو طريقة البحث وهذه نتائج البحث هنا. فإذا نقلت من هذا الكتاب، إذا أصبح هذا الكتاب هو مصدر من مصادر البحث، وإحنا تعلمنا إنه المصادر نذكرها في آخر البحث في قائمة خاصة هي قائمة المصادر والمراجع، ويجب على الطالب كل مصدر رجع له في البحث أن يكتب معلومات المصدر كامل، يعني المصدر واسم المؤلف والدار التي نشرته، وإذا هناك تحقيق من حققه، والدار وسنة الطبعة، من أين أخذ هذه المعلومات. فمباشرة طلابي الأعزاء لا تؤجلون الأمر إلى المستقبل، هذا الكتاب أني أخذت من عنده وأصبح عندي مصدر من مصادر البحث، في نفس الوقت أني أنقل بطاقته من المكتبة من هذا الإعاز. هذا الإعاز هو خاص باستعراض بطاقة الكتاب، أضغط عليه لح تطلع عندي بطاقة الكتاب بداع الصناع المؤلف ودار النشر والطبعة وسنتها. مباشرة أظلل اسم الكتاب والمؤلف والدار والطبعة، عدد الأجزاء ما أحتاجه، أظلل، أجي يمين الماوس كوبي وأذهب إلى وورد، أفتح صفحة جديدة أسميها قائمة المصادر والمراجع، وأثبت الكتاب في قائمة المصادر وأحفظ هذا الكتاب. بعد ما أعدل طريق الترتيب، إنه أحاول أجعلها كلها في مكان واحد هذه المعلومات، لأنها كل معلومة ماخذة سطر، بعد ذلك أغلق هذه القائمة وأرجع إلى الكتب التي أنا أبحث فيها. إذن أصبح لدي الآن في المكتبة الشاملة هذا الأمر، هو أمر البحث، أختار العلم الذي أريد أن أبحث فيه، القسم في التفاسير، أختار تفسير من التفاسير وأجي إلى خانة البحث وأكتب الآية أو المعلومة التي أريد أن أبحث عنها، وأحاول أكمل الأمر بهذه الطريقة. هناك أمر جميل وجيد في هذه المكتبة هو البحث في القرآن الكريم اللي نستطيع أن نصل له من خلال هذا الأمر اللي هو القرآن الكريم وتفسيره. أي أمر نقف عليه دون الضغط تظهر لدي معلومة عن هذا الأمر، هذا الأمر الإيقونة يقول القرآن الكريم وتفسيره، أضغط عليه سيظهر لدي القرآن الكريم السور والآيات وبعض التفاسير. ظهرت. فإذا عندي آية خاصة في سورة خاصة أعرف، يعني أنا عندي آية محددة أعرف أين تقع في أي سورة ورقم الآية، مباشرة أستطيع مثل المؤمنون أريد الآية 5 اللي هي خلينا نقول آية 10 اللي هي أولئك هم الوارثون، أولئك هم الوارثون، هاي سورة المؤمنون آية 10، أجي إلى هذه المجموعة اللي هي مجموعة التفاسير، أختار أي تفسير من هذه التفاسير مباشرة سيستعرض لي تفسير هذه الآية. لاحظوا أولئك هم الوارثون، وهذا مأخوذ من تفسير الطبري. إذا أحتاج أبحث عن تفسير ممكن أن أبحث عن تفسير من هذه الخانة اللي أقول مثلا
السمعاني ظهر عندي تفسير السمعاني، لاحظوا مباشرة حولني إلى تفسير السمعاني. أريد تفسير مثلا الرازي اللي هو التفسير الكبير، اسم هنا تفسير الكبير، مفاتيح الغيب، أي مفاتيح الغيب مسميه، لأن هو تفسير رازي يسمى بتفسير رازي أو التفسير الكبير الفخر رازي أو مفاتيح الغيب، نعم بحسب الاسم مفاتيح الغيب رأسا نقلني. أو مثلا أريد تفسير القرطبي، أكتب مجرد القرطبي مباشرة راح ينقلني إلى تفسير القرطبي ويظهر لي تفسير هذه الآية. فإذا عندي آية محددة في سورة محددة أستطيع أن أستعرض مجموعة تفاسير من هذا الإيعاز اللي هو خاص بالقرآن الكريم وتفسيره. أما إذا عندي آية لا أعرف أين تقع في أي سورة ورقمها إيش قد ما أعرف، أبحث من قائمة البحث، أذهب إلى التفاسير، أأشر مثلا تفسير القرطبي وأكتب كلمة من الآية، مثلا أكتب إحنا كنا نبحث عن الوارثون، فهنا نكتب الوارثون وأبحث عنها، انتظر يعني كم البحث اظهر عندي هاي. لا احنا قلنا المؤمنون 10، هنا تظهر عندي الايات، هنا سورة المؤمنون من 12 الى 23، هاي اولئك هم الوارثون من تفسير القرطبي. فاذا لم اكن اعرف اين تقع الاية وفي اي سورة اذهب الى خانة بحث، اما اذا عندي معلومة ممكن اني اذهب الى إيعاز القرآن الكريم وتفسيره واستعرض أقوال المفسرين في تلك الآية. الحقيقة المكتبة الشاملة فيها عدد آخر من الأوامر التنفيذية، لكن احنا في هذه المرحلة وهي ممكن تأتي بالممارسة، يعني الطالب إذا استطاع أن يعمل على هذه المكتبة لعدة مرات سيتعرف إلى بقية الأوامر، لكن الحقيقة وددت أن أبين لكم أهمها، وهي إما التصفح أو إظهار الفهرس أو قائمة البحث في الكتب وطريقة البحث في الكتب وطريقة استعراض أقوال تفسير القرآن الكريم بحسب السورة والآية، وطريقة هنا نسخ النصوص، وهنا إظهار بطاقة الكتاب. أما بقية الأوامر ممكن حضراتكم إذا نصبتوها في الحاسبة ممكن أن تطلعون عليها وتتعلمون الأشياء أخرى غير ما ذكرت. بعض الطلبة لا يمتلك جهاز حاسوب، وبهذه الطريقة ستكون المكتبة الشاملة بالنسبة للشرح له على هذه الشاكلة غير نافع. الحقيقة المكتبة الشاملة لديها موقع على شبكة الانترنت، وممكن لأي طالب لديه جهاز هاتف ممكن يشبك على شبكة الانترنت، وآني يعني تكتب في جوجل المكتبة الشاملة وتظهر عندكم خانة المكتبة الشاملة، ولديهم برنامج خاص ينصب على أجهزة الهاتف، إصدار برنامج المكتبة الشاملة لأجهزة الأندرويد من هذا الموقع اللي هو المكتبة الشاملة. وإن شاء الله سأرسلكم الروابط على الكلاس روم وعلى التليجرام، أنقلكم الروابط مال هذه المواقع لأجل أن تراجعونها. فعندنا مكتبة شاملة ممكن أن أنصبها على جهاز التليفون، طبعا اللي راح ينزل على جهاز التليفون مو المكتبة، راح ينزل بوابات ونافذة للمكتبة، نافذة للمكتبة، وإلا المكتبة تحتاج إلى مساحة كبيرة جدا. لكن هذا البرنامج هو عبارة عن نافذة للمكتبة، وممكن تنصبه من هذا الموقع، وأدزكم إن شاء الله الرابط. حينما أنصب هذا البرنامج على الجهاز الهاتف هذا عبارة عن فقط نافذة. الخطوة الأخرى، لأن من أنا أفتح ملح الكتب، الخطوة الأخرى أنه أني أي كتاب أحتاجه موجود بالمكتبة الشاملة أستطيع أن أبحث عنه وأحاول أنزله بالتليفون عندي. يعني ما أحتاج أنزل كل هذه الكتب، وإنما أنزل الكتب التي أحتاجها، ممكن الكتاب أنزله وأكمل شغلي بي بعد ذلك أحذفه وأنزل كتاب آخر، ممكن. إذن على جهاز الهاتف ممكن أنه أني أستطيع أن أنصب المكتبة الشاملة، هي عبارة عن نافذة، وبعد ذلك أبحث فيها في فهارسها على كتاب أحتاجه أو كتابين أو ثلاثة،
وانزلهم بجهاز التليفون، استعمل هذا الكتاب بعد ما انتهي من عدة تماما، استطيع ان احذف هذا الكتاب، واستطيع فيما بعد ان احذف برنامج المكتبة الشاملة. هذا عندنا خيار. اذا الان المكتبة الشاملة اما ان تكون منصبة على جهاز الحاسوب، وهذا طبعا هو الافضل، والذي ليس لديه جهاز كمبيوتر يستطيع ان ينصب المكتبة الشاملة على جهاز الهاتف لديه. هل هناك مكتبات أخرى غير المكتبة الشاملة؟ نعم، هناك مكتبات أخرى غير المكتبة الشاملة متاحة على شبكة الانترنت. اللي ما يستطيع أن يحاول يقول أنا ما أستطيع أن أنصب المكتبة الشاملة أو أعاني من صعوبة التعامل معها، فأنا حضرت لكم مجموعة من المواقع التي يمكن مراجعتها والحصول على المصادر منها، وإن شاء الله كل هذه الروابط سأنزلها أرسلها لكم في الكلاس وفي قناة تليجرام لأجل أن تراجعون هذه المواقع. طبعا هذه المواقع هي تحتاج إلى شبكة انترنت بشكل مباشر، يعني لازم تكون أنت أونلاين. فيها مصادر كثيرة، لكن أود أن أنبه هنا إلى أمر مهم جدا، وهو أن بعض الطلبة يسمع هنا وهناك أنه لا يجوز للطالب أن يراجع في بحثه شبكة الانترنت. لا، ليس هذا المقصود. المقصود المواقع التي لا يجوز للطالب أن يراجعها ويثبتها كمصدر لديه هي المواقع غير المعروفة، غير الرسمية، التي لا يعرف منشئها، يعني غير تابعة لمؤسسة ولا لشخصية معروفة، وإنما مواقع هكذا لأجل الناس تتصفح فيها. وكثير من المقالات التي تنشر بأسماء وهمية، هذه التي نقول لا يجوز للطالب أن يستعين بشبكة الانترنت أو يجعل شبكة الانترنت مصدر في الهامش. أما المواقع الرسمية لمؤسسات رسمية تعلن عن نفسها، أو مواقع رسمية لشخصيات علمية معروفة أيضا تعلن عن نفسها أنه هذا الموقع الرسمي لفلان بن فلان، فهذا الموقع الرسمي نستطيع أن نأخذ منه المعلومة وأن نجعل في الهامش إما اسم الموقع، الرابط نفسه ننقله اسم الموقع، وهذا إن شاء الله يجيكم فيما بعد أوضح لكم كيفية توثيق المواقع في البحث في الهامش. المهم الآن اللي نعرفه الذي نريد أن نؤكد عليه أنه لا مانع منهجيا وقانونيا وشرعيا من استعمال المواقع الرسمية لمؤسسات رسمية معروفة مشهورة، أو لمواقع لشخصيات علمية معروفة رسمية، لا مانع من أن تكون هذه المواقع مصدر للمعلومات لديك في البحث. الآن أنا سأستعرض لكم مجموعة مواقع أستطيع من خلالها أن أصل إلى عدد غير قليل من الكتب. أول الموقع اللي أنا أريد أظهر لكم إياه اللي هو موقع الباحث العلمي. موقع الباحث العلمي هذا يعني موقع ممتاز جدا، وفيه مجموعة من النوافذ. أنا اللي يهمني حينما أبحث في الباحث العلمي أنا أجي إلى خانة الكتب. من أدخل على خانة الكتب، طبعا عندي مخطوطات، عندي رسائل علمية، عندي مقالات، عندي أشياء أخرى، لكن أنا أحتاج الكتب أبحث. إما أنه أنا أبحث عن الكتاب في هذا، هنا أثبت أبحث عن الكتاب في هذا المربع الخاص بالبحث، وهنا يقول لي بحث عام، لو عن طريق اسم المؤلف، لو اسم المحقق. لا، أنا أبحث دائما بحث عام لأجل أن تظهر لدي أكثر مجموعة نتائج قدر الإمكان. أني لو استعرضنا نجي هنا نجد أن هناك أو غير البحث، إذا أريد أستعرض هنا أقسام العلوم، مثلا لو دخلنا إلى اختصاص، إحنا دائما نتكلم عن الفقه باعتبار أنه أغلب البحوث التي أشرف عليها هي بحوث فقهية، عندي خانة الفقه وأصوله. لاحظوا العدد 18,000 كتاب موجود في موقع الباحث العلمي في اختصاص الفقه وأصوله. أما عدد الكتب فهي 102,910. هذا موقع الباحث العلمي فيه 102,910 في مختلف العلوم. فلو ذهبنا إلى خانة الفقه، نافذة الفقه 18,000 كتاب، أضغط عليه لح ينقلني إلى الكتب اللي موجودة في موقع الباحث العلمي التي هي من اختصاص الفقه وأصوله. ظهرت عدي الكتب المصنفة ضمن الفقه وأصوله 18,000 كتاب. طبعا إذا عندي كتاب في بالي أحتاج إلى أني أبحث عنه في البحث، أفضل، لأن هذه القوائم
كل نافذة فيها 10 كتب، عدد النوافذ 1800. يعني إذا أريد أتصفح وحدة وحدة أحتاج إلى وقت كبير جدا، لكن الفكرة أنه أنا أستطيع أن أبحث عن كتاب معين في هذا الموقع، وهذا الكتاب لا أستطيع أن أتصفحه وإنما أستطيع تحميله. يعني إذا أريد أن أجي إلى كتاب معين من هذه الكتب وأدخل عليه، فماذا هو متاح لي؟ طبعا هنا يعطيك بطاقة الكتاب ودار النشر، وهنا عندك إعاز تحميل الكتاب بنوع البي دي اف. إذن الباحث العلمي يزودني بكتب كثيرة جدا، لكن لا أستطيع أن أتصفحها وإنما أحملها تحميل على جهاز الحاسوب أو على جهاز الهاتف لدي، وبعد ذلك فورا ما أكمل أستطيع أن أحذف هذا الكتاب. هذا الموقع طبعا رسمي جدا وموقع ممتاز ويتضمن العديد من الخدمات، وأتمنى لكل طالب أن يدخل على هذا الموقع. وهذا الموقع متاح لكم باعتبار أنه أصبح لديكم حساب على الجيميل، وهذا خاص بالجيميل، وأيضا كذلك ممكن أن تكون لديك صفحة خاصة باسمك على موقع الجيميل. إن شاء الله فيما بعد أعلمكم شلون تجعلون عندكم، يصير عندكم ويب سايت بالدرايف أو على الباحث العلمي، هذا في محاضرات قادمة إن شاء الله، وأبين لكم كيف الاستفادة من خدمات جوجل درايف. الموقع الثاني اللي ممكن أني أستعمله اللي هو موقع الموسوعة الشاملة. الموسوعة الشاملة هي خدمتها بسيطة من حيث المظهر، لكنها تتضمن العديد من الكتب أيضا مصنفة بحسب العلوم. لاحظوا استعراض عناوين الكتب حسب القسم اللي أنت، إما القرآن، تفاسير، التجويد، علوم القرآن، متون الحديث، شروح الحديث، أصول الفقه، سياسة شرعية. مثلا لو نجي إلى الفقه الحنبلي نستعرضه، نضغط عليه ونشوف شنو الخدمة اللي موجودة. هذا الموسوعة الشاملة أشبه بالموسوعة بالمكتبة الشاملة. شوف من اسمها، هاي الموسوعة الشاملة، ديش المكتبة الشاملة. الموسوعة الشاملة لا أحتاج إلى أنه الكتاب أنزله على الحاسوب، وإنما ممكن أونلاين يظهر عندي الكتاب، وممكن أيضا أنسخ المعلومة من الكتاب بشكل مباشر. يعني هو متاح يقرأ بشكل مباشر على الجهاز الحاسوب أو على جهاز الهاتف بشكل مباشر، مو ملف بي دي اف وإنما بشكل مطبوع. لاحظوا ظهر هذا القسم اللي هو الفقه الحنبلي، هنا أنا أسماء الكتب موجودة، أي كتاب أختاره، مثلا المغني لابن قدامة، معال مقنع، هنا أنا أجي أدخل على تصفح هذا المغني لابن قدامة، أضغط على تصفح وأنتظر ظهر عندي الكتاب. هاي مقدمة الكتاب، أرقام الصفحات طبعا هاي موجودة هنا الجزء الصفحة. هنا بالعكس، تذكرون في المكتبة الشاملة قلنا اللي على اليمين رقم الجزء وعلى اليسار رقم الصفحة، هنا لا، بالطريقة الإنجليزية على اليسار هو رقم الجزء وعلى اليمين هو رقم الصفحة. أيضا هي خدمتها أشبه بالمكتبة الشاملة لأنها متاحة، أي شيء أنا أحتاجه أظلله وأخذ كوبي في الحاسوب يمين الماوس، في التليفون أضغط على المنطقة الغامقة، وأنتوا تعرفوا أكيد أظل ضاغط الآن يطلع عندي إعاز نسخ، وأخذ وأنسخ هاي المعلومات مباشرة، وأذهب أيضا إلى الوورد مباشرة إذا احتاجيت النص، وأستطيع أنه أني ألصق ما نسخته من هذا الكتاب. لكن الفرق بين المكتبة الشاملة والموسوعة الشاملة، الفرق أنه هنا رح ينطيني النص فقط ولم ينقل لي مع النص اسم الكتاب ولا رقم الصفحة، لم ينقل لي مع النص اسم الكتاب ولا رقم الصفحة. الخدمة يعني أقل جودة من خدمة المكتبة الشاملة، لكن هي متاحة بشكل مباشر أونلاين، ممكن أني أقرأ وأنسخ، مو مثل البي دي اف. فأحتاج أنه هذا أرجع إلى الكتاب نفسه اللي هو العفو المغني، اللي هو المغني، وأشوف يا جزء يا صفحة هذا النص، أجي إلى أقصى اليسار، إذن الجزء الأول صفحة 3، وأثبت المغني الجزء الأول صفحة 3. هنا إعازات التنقل بين الصفحات، هاي الصفحة التالية، نحتاج شوية وقت بالإنترنت باعتبار هذا تحميل مو مثل المكتبة الشاملة على جهاز الحاسوب. ظهرت عندي الصفحة الثانية، وهكذا أرجع إلى بداية الكتاب، محرك البحث يرجعني إلى
الصفحة الواجهة الرئيسية للمكتبة الشاملة، هنا الأقسام والكتب، تظهر عندي الأقسام والكتب. أستطيع إما أن أتصفح كتاب أو أن أبحث بحث متقدم من هذا الإعاز، أبحث بحث متقدم، البحث في عدة أقسام، يعني في أقسام، أو البحث في كتب محددة، أو البحث عن كتاب، أو البحث في تراجم مؤلفين. أيضا أدخل على إحدى هذه الخيارات إذا أريد أبحث في كتب الفقه، في كل أقسام الفقه هنا. إذا أريد أبحث عن كتب محددة أستخدم هذا الإعاز وأختار مجموعة كتب أنا أختارها، بعد ذلك يخليني يجعل لي أبحث في هذا الموقع. هاي الموسوعة الشاملة مهمة جدا، ممكن للطالب يستطيع أن يرجع لها. عندنا من المواقع الرائعة جدا التي هي تضم في بين جنباتها عشرات بل آلاف الكتب في فنون متعددة، اللي هي المكتبة الوقفية. طبعا هاي المكتبة الوقفية تتضمن علوم من شتى كتب من شتى العلوم جميعا. ممكن استعراض القائمة الرئيسية في جهة اليمين، هاي القائمة الرئيسية، ذاكر لكم كتب في المكتبات الموسوعات والإعلام وعلم النفس والمنطق وكذا، كتب وكل شيء يطبع جديد يضاف في هذه الواجهة الرئيسية اللي هي عبارة عن آخر الإضافات. لكن المكتبة الوقفية أستطيع أن أحصل فيها على كتب بحسب، أيضا مصنفة بحسب العلوم، حتى مخطوطات بها. مثلا أنا أجي إلى كتب الاقتصاد لمن يكتب في الاقتصاد، كتب في الإحصاء، كتب في الطب، كتب في الفقه الحنفي. تشاهدون هذه الأرقام التي تسبق لهذه الكتب، هذه الأرقام هي الديوي عشري تصنيف المكتبات. يعني لو ترجعوا لمكتبة كليتنا تجدون أنه الكتب الفقه أيضا 217، هذا مصنف حسب التصنيف الديوي عشري. حينما أدخل إلى قائمة كتب الفقه الحنفي سيظهر لي قائمة الكتب الفقه الحنفي بحسب الإضافات. هنا المكتبة الوقفية تعطيني خدمتين، مثلا طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، محمد بن عبد الحميد الأسمندي، محمد زكي المحقق تاريخي. أيضا أقدر أستطيع أن أخذ بطاقة الكتاب بطريقة النسخ. الكتب هنا منشورة بحسب الموافق للمطبوع. هنا يعطيني عدة خيارات، إما أحمل الكتاب أنزله عندي في التليفون، أو أحمل نسخة للشاملة. إذا نصبنا برنامج شاملة في التليفون أستطيع أن أحمله في الشاملة. فإذا إذا أحمل الكتاب راح ينزل عندي بنسخة البي دي اف. إذا لدي المكتبة الوقفية أيضا فيها آلاف الكتب التي أستطيع أن أستعين فيها بالحصول على مصادر. طبعا المصادر الموجودة هنا مصادر قديمة ومصادر حديثة وفي كل العلوم. عندنا من المواقع أيضا الرائعة جدا خزانة الفقيه. طبعا خزانة الفقيه هو موقع تابع لموقع الشبكة الفقهية، أيضا يوفر لي ميزة الكتب بحسب الأقسام العلمية. من اسمه خزانة الفقيه أي سأجد فيها كتب فقه وأصول فقه فقط، لا هي خاصة بعلم الفقه وأصوله، ومقسمة خزانة الفقه الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، وخزانة الفقه العام، ومن ضمنها فقه أهل الظاهر. أستطيع، لكن هذا ما يعطيك تصفح، يعطيك فقط أيضا التصفح اللي هو عبارة عن بي دي اف مباشر على الأونلاين. يعني هنا من قلت تصفح الكتاب ما ينطيني خدمة نسخ وإنما النقل. يعني ممكن أنه أنا يستعرض الكتاب، خلينا نستعرض هذا الكتاب ونشوف. هنا بدأ يتحمل عندي الكتاب، إذا هنا ما أحتاج أن أنزله على الجهاز التليفون، ممكن أنه أنا أستعرض الكتاب بشكل مباشر على جهاز التليفون. وإذا أريد أحمله عندي هنا إعاز تنزيل إذا أريد أحفظه، أما إذا أريد فقط أتصفح به وأخذ المعلومات مباشر وأتركه فخلص هو راح يتحمل عندي على جهاز التليفون أونلاين. بعد ذلك إذا حبيت أنزله أنزله، وإذا حبيت أغلقه أغلقه. هنا عندي فهرس للكتاب، ممكن أنتقل إلى هذه الأقسام، مخدوم خدمة جيدة. إذا أريد هنا عندي فهرس الموضوعات ينقلني إلى الفهرس، هنا مباشرة الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. أيضا هذا الموقع يعطيني الكتب بهذه الطريقة، أتصفحها بشكل مباشر وأخذ المعلومات. بطاقة الكتاب أيضا وأخذها من الصفحة الأولى اللي هي هاي بطاقة الكتاب. عدي القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية محمد عثمان شبير، اللي هي دار النفائس
اللي هي في بيروت، طبعة ثانية، حقوق الطبعة الثانية اللي هي سنة 2007. أستعرض الكتاب وأخذ المعلومات بحسب ما أحتاج من هذا الموقع. هذا بالنسبة لموقع خزانة الفقيه. عند الموقع الأخير اللي هو موقع مجلة المجمع الفقه الإسلامي. المجمع الفقه الإسلامي نشر، نحتاج طبعا في الكتابة في البحوث المعاصرة. هذا ليس موقع خاص بنشر الكتب والمصادر، وإنما حبيت أطلعكم عليه لأن هذا الموقع هو خاص بالمجمع الفقه الإسلامي، المجلة التي يصدرها المجمع الفقه الإسلامي فيها بحوث، وغالب هذه البحوث لعلماء معروفين، وكل البحوث التي تنشر في هذه المجلة هي بحوث للقضايا المعاصرة، فمن يكتب بالفقه المعاصر يستطيع أن يطلع على هذا الموقع ويستطيع أن يتصفح المجلة في هذا الموقع، وفيها من البحوث ما فيها في قضايا الفقه الإسلامي المعاصر. مثلا أنا عندي مجلة المجمع السنة الأولى العدد الأول في سنة 2003، نجي نستعرضه أيضا مباشرة، تحميل أونلاين، إذا أريد أنزل المجلة أنزلها من هذا الإعاز، وإذا أريد أستعرض المجلة من هاي الأوامر التنفيذية. طبعا تضم أيضا المجلة مثل ما قلت لكم بحوث في مسائل الفقه المعاصر. هل فيها فهرس؟ نشوف، لا ما بيها فهرس، بيها استعراض كتب فقط، استعراض الصفحات. إذا أريد أنتقل بالصفحات نشوف هنا الصفحة الأولى اللي هو محتويات هذا العدد، محتويات العدد الأول، بحث في زراعة الأعضاء في جسم الإنسان، العلاج بنقل دم إنسان، بحث في المصارف، المعاملات المصرفية، بحث عن الاحتراف وآثاره في الفقه، حق التصنيف والتأليف. إذا البحوث اللي موجودة في مجلة المجمع الفقه الإسلامي هي من القضايا التي تتعلق بالقضايا المعاصرة. طبعا هذا اللي وضحته أمامكم اللي هي أغلب المواقع، أهم المواقع التي يمكن مراجعتها للطالب والحصول على المصادر بشكل سهل وميسور. أما إذا الطالب احتاج يراجع، هو يعني ممكن يبحث بطريقة الجوجل، يبحث عن أي كتاب أو عن أي معلومة ممكن أن يبحث عنها بطريقة الجوجل. مثلا أريد أن أبحث عن حكم التعاملات، حكم المرابحة للآمر بالشراء، خلي نشوف. راح تطلع عندي عدة مواقع. هل أستطيع أن أنقل أو أعتمد على ما ينشر في هذه، تظهر في هذه النتائج وأعتبره مصدر أو مرجع لي؟ بحسب، يعني أني المعلومات اللي موجودة في هذه النتائج إن كانت في مواقع معروفة فلا بأس أن تؤخذ هذه المعلومة ويشار إلى ذلك الموقع في هامش البحث. أنا عندي هنا دار الإفتاء ناشرة عن بيع المرابحة للآمر بالشراء، ندخل على موقع دار الإفتاء الأردنية. طبعا هذا موقع رسمي دار الإفتاء الأردنية وقائمة عليه علماء، فإذا ما ينشر في هذا الموقع يعبر عن وجهة نظر هذا الموقع وهو رسمي. مثلا أنا منو المعلومة اللي أنا بحثت عنها حكم المرابحة الآمر بالشراء اللي مجاوب عليها هو العلامة الدكتور نوح علي سلمان اللي هو مفتي المملكة الأردنية. الموضوع ورقم الفتوى وتاريخ الفتوى والتصنيف وهذا السؤال وهذا الجواب، إذا ما موجود في الجواب هو كلام الدكتور نوح علي سلمان، فحينما أوثق منه أقول في الهامش هو فتوى العلامة نوح، الدكتور نوح علي سلمان، رقم الفتوى 429، منشورة على موقع دار الإفتاء الأردنية، وأنسخ هذا الرابط أنسخه مال هاي الصفحة اللي أنا دخلت عليها، أخذ كوبي وأذهب إلى البحث مالتي، وفي الهامش هذا الهامش أكتب الرابط، هذا كتب الرابط. قبل الرابط أني أستطيع قبل الرابط أن أكتب إنه هذا فتوى
فتوى العلامة كذا الدكتور نوح، منشورة على موقع دار الإفتاء الأردنية، وهذا الرابط يبقى موجود باعتبار هو المصدر الذي أخذت من عنده هذه المعلومة. هذا أمر جائز. أما أنه أني أدخل على أي موقع لا أعرف من القائل ولا أعرف مرجعية هذا الموقع، هو هذا اللي إحنا نرفضه. إذن علي أن أنتبه إلى المعلومات حينما أنقلها، مثل هذا الموقع لا نعرف لمن يعود، هذا طلع لي كتاب، هذا الكتاب دراسة تطبيقية لبعض المعاصرين، يعني هذا هيش مواقع لا أستطيع أن أعتمد. شوف لاحظوا، يعني لا أستطيع أن أعتمد وأقول أنه أنا راجعت مصدر، راجعت مصدر من هذا الكاتب، مدير عام شركة معرفة شخصية، غير مدير عام شركة بيت المال الفلسطيني، يعني شخصية لا تعرف على الوسط العلمي. هيش مواقع إحنا اللي نرفضها ونقول للطالب لا يجوز لك أن تراجع مثل هذه المواقع. إذن أنا استعرضت لكم أهم المواقع، الكتب، المكتبات التي ممكن مراجعتها، الموسوعة الشاملة ومكباحث العلمي، أو أستعين بجوجل. هذا أسأل الله لكم التيسير والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.